اقتحم الرئيس الإسرائيلي إسحاق هيرتسوك الحرم الإبراهيمي الشريف لإشعال الشمعة الأولى لما يسمى بعيد الأنوار، الذي أقيمت مراسمه بالحرم الإبراهيمي الشريف في مدينة الخليل المحتلة. الرئيس الإسرائيلي قام باقتحام الحرم برفقة مجموعات من المستوطنين وبحماية من قوات الاحتلال. الخارجية الفلسطينية أدانت الاقتحام، في حين حذرت وزارة الأوقاف من تداعيات ذلك والنتائج الخطرة على الأمن والاستقرار في المنطقة. الخارجية الفلسطينية اعتبرت اقتحام الرئيس الإسرائيلي للحرم الإبراهيمي الشريف سابقة هي الأولى من نوعها، كونه يحفر أو يحفز المستوطنين للقيام بعمليات اقتحام للحرم والمسجد الأقصى المبارك. إذن لماذا اختار الرئيس الإسرائيلي أن يتصدر هذا الاستفزاز؟ وما هي العواقب المنتظرة منه؟ وكيف يمكن حماية الحرم ومدينة الخليل من المزيد من أعمال التوسع الإسرائيلي؟ جولة استفزازات جديدة للاحتلال الإسرائيلي في الحرم الإبراهيمي في الخليل والمسجد الأقصى في القدس تهدد باندلاع أزمة جديدة قد لا توقفها نداءات التنديد ولا دعوات ضبط النفس. الخارجية الفلسطينية اعتبرت اقتحام الحرم الإبراهيمي بمشاركة الرئيس الإسرائيلي إسحاق هيرتسوغ بحجة إضاءة شمعدان عيد الأنوار اليهودي، عدتها سابقة خطيرة تؤكد حجم مشاركة الأطراف الرسمية الإسرائيلية في عمليات تهويد الحرم الإبراهيمي بأكمله، وذلك بعد أن قامت سلطات الاحتلال برفع العلم الإسرائيلي على سطح الحرم ونصبت الشمعدان عليه. هذا الاعتداء تزامن مع اقتحام جديد للمسجد الأقصى من قبل المستوطنين، وذلك بينما قام عناصر الجيش والمستوطنون بتأدية رقصات تلمودية عند باب الإسباط في القدس على سبيل المزيد من الاستفزاز. محمود الهباش قاضي القضاة ومستشار الرئيس الفلسطيني محمود عباس اعتبر قرار هيرتسوغ إمعانا في العدوانية الإسرائيلية العنصرية واستفزازا متعمدا لمشاعر الفلسطينيين. وبحسب اتفاق الخليل بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل والذي وقع في العام 97، فقد قسمت مدينة الخليل إلى منطقتين تخضع الأولى لسيطرة فلسطينية، فيما تخضع الثانية وتقدر مساحتها بنحو 20% من المدينة لسيطرة إسرائيلية، وتقع فيها البلدة القديمة والمسجد الإبراهيمي. وظل الاحتلال يواصل التمدد من هذه المنطقة، وعلى إثر المجزرة التي ارتكبها باروخ جولدشتاين عام 94 في الحرم الإبراهيمي وأسفرت عن استشهاد 29 مصليا فلسطينيا، فقد اقتطعت سلطات الاحتلال أكثر من نصف المسجد وحولته إلى كنيس. احتفالات عيد الأنوار في المسجد الإبراهيمي تضع المسجد برمته تحت طائلة التهديد، والفلسطينيون الذين يواجهون قوات الاحتلال في المدينة كما في القدس المحتلة يمكن أن يجدوا أنفسهم أمام معركة غير متكافئة، وهي معركة إذا ما اندلعت فإنه لا أصوات التنديد يمكن أن تشفي جرحا ولا دعوات ضبط النفس يمكنها أن تغلق بابا لأزمة متفجرة جديدة. أبدأ النقاش وأرحب بضيفي الكريمين من الخليل السيد عيسى عمر الأستاذ العلوم السياسية، ومن الناصرة السيد محمد زيدان الناشط الحقوقي والباحث السياسي. أهلا بكما على شاشة الغد، وأبدأ معك سيد عمر في الخليل. إذن شرعنة رسمية للظلم المستمر على الخليل وعلى المقدسات، وهذا التعبير لصحيفة هارتس الإسرائيلية. إذن تحالف الحكومة والمستوطنين بما فيها المجزرة التي ارتكبها جولدشتاين عام 94 راح ضحيتها 29 من المصلين الفلسطينيين، وما تله من تقسيم زماني ومكاني للحرم الإبراهيمي الشريف، ماذا بعد ولماذا اختار هيرتسوغ الخليل؟ يعني هذا الاقتحام من
ما يسمى معسكر السلام في دولة الاحتلال الإسرائيلي إلى قلب مدينة الخليل، ومرافقة قيادات المستوطنين المتطرفين المحسوبين على يعني مائير كهانة وحركة كاخ، ويعني الجانب اليميني المتطرف في حزب اليكود، هو انتهاك قانوني وسياسي وأخلاقي وديني يعني لكل يعني وكل الشرائع الدولية. الرسالة هي واضحة، أن هناك تحالف بين ما يسمى معسكر السلام والمستوطنين في قلب مدينة الخليل بالاستمرار في سياسة التهويد وسياسة ضم أجزاء من الضفة الغربية لدولة الاحتلال الإسرائيلي. هذا يعني أن نتنياهو انتهى من الحكومة وجاء قيادات جديدة تريد الاستمرار بسياسة الضم، سياسة التهويد، سياسة الاعتداءات المستمرة على المواطنين الفلسطينيين. نحن في مدينة الخليل نعاني يوميا من اعتداءات من المستوطنين ومن الجيش يعني الاحتلال، وهذا الاقتحام تشجيع لهذه الاعتداءات، تشجيع لسياسة الفصل العنصري، تشجيع للإغلاقات، تشجيع يعني الأيديولوجية اليمينية المتطرفة التي تريد أن تطرد المواطن الفلسطيني من قلب مدينة الخليل. وهي رسالة لقيادتنا الفلسطينية أيضا، أننا يجب أن لا نعول على هؤلاء، يجب أن لا نفرق بين يميني ويعني من يدعي أنه في معسكر السلام ويعني نتنازل لهم على بعض الأراضي والممتلكات من أجل ما يسمى يعني المفاوضات. علينا أن نقول للعرب والمسلمين وللعالم أجمع أننا نعاني من عدم وجود شريك للسلام في دولة الاحتلال الإسرائيلي، وأننا كفلسطينيين يجب أن نعتمد على أنفسنا، نعتمد على أبناء شعبنا، وأن نتوحد على برنامج وطني فلسطيني مقاوم لهذا الاحتلال مدعوم عربيا وإسلاميا ودوليا. نعم، سنتحدث عن هذه ردود الفعل على هذا الاقتحام، ولكن دعني أتحول للسيد محمد زيدان في الناصرة. إذن هذا الاقتحام يتزامن مع اقتحامات مماثلة للمستوطنين الإسرائيليين للقدس المحتلة، حملة بناء في كريات أربع ما يزيد عن 370 وحدة استيطانية. ما الذي تريد سلطات الاحتلال من وراء هذا الاستفزاز؟ ما الذي تريد أن تصل إليه؟ يعني لا شك بأن إسرائيل ومنذ البداية، ليس فقط من خلال هذه الزيارة، تحاول من خلال سياساتها والأهم من خلال ممارستها على الأرض تصوير الصراع على أنه صراع ديني، وبالتالي هي تقوم باستغلال المعالم الدينية لتأجيج هذا الصراع ووضعها في المقدمة في الوقت الذي تقوم به بترسيخ احتلالها واستعمارها واستيطانها من خلال زيادة المستوطنات. هذا بالإضافة إلى أن إسرائيل يعني تبحث منذ عام 48 عن ترسيخ روايتها من خلال الذهاب إلى الروايات والأساطير الدينية التي تريد أن ترسخ من خلالها الحق اليهودي على فلسطين، كل فلسطين. وهذا الأمر يعني من المؤكد كما أشار تقريركم، يعني قضية الأقصى، قضية الأقصى وربطه مع الهيكل، قضية الحلم الإبراهيمي على اعتباره يعني بداية اليهود كما تدعي الرواية الصهيونية، وبالتالي الحق اليهودي فيه يعني تحاول إسرائيل أن ترسخه من خلال هذه الممارسات. ولكن من المهم أيضا بأنه يعني بالإشارة إلى ما ذكره ضيفك العزيز قبل قليل، بأنه إسرائيل أيضا هناك تحول سياسي، يجب أن ننظر إلى يعني اللحظة الزمنية التي يحصل بها هذه الاقتحامات. الحديث عن هيرتسوغ الذي يصور من قبل الكثيرين أو صور إلى مدى قريب جدا على أنه يعني يمثل تيار اليسار الصهيوني، وما يحصل الآن يؤكد مقولة أن التيار الديني الاستيطاني الصهيوني هو الذي يسيطر، وأن كافة التيارات السياسية بما فيها هيرتسوغ، وهو ليس فقط يسار، هو زعيم حزب العمل السابق، وهو أيضا رئيس الوكالة اليهودية العالمية قبل أن يعني يتحول إلى رئاسة الدولة، يمثل هذا التيار عمليا تيار انحسر تأثيره ونفوذه، والآن يريد من خلال ممارساته ومواقع سيطرته أن يعني يتزلف ويقترب من التيار الديني المسيطر على الرأي العام الإسرائيلي، والذي يرى بفلسطين كلها أرضا لإسرائيل، وبالتالي
يقوم بما يقوم به لترسيخ هذه المقولات على أرض الواقع، وهي رسالة بالواقع لكل ما لازال يتوهم بأن هناك يسار وأن هناك فرق بين اليسار واليمين. نعم، وهذا ربما يذكرنا بالرئيس الإسرائيلي السابق شيمون بيريس الذي كان زعيم الحزب العمل وارتكب العديد من المجازر بحق الفلسطينيين والعرب. أستاذ عيسى، يعني مخططات التهويد وأثاث التحالف، نعم، وهذا التحالف هو كان مؤسس الاستيطان في الأراضي المحتلة. يعني نعم، في عهده أقيمت المستوطنات الإسرائيلية في المناطق المحتلة عام 67، وهو يعني إلى نهاية حياته كان هناك من يراهن ويقول أنه من اليسار أو أنه يميل إلى الحلول نعم السياسية. إذا أستاذ عيسى، هذه المخططات وهذه التحالف وهذا التحالف بين الحكومة والمستوطنين، ما هي سبل التصدي له وهو يوما بعد يوم يقضم المزيد من الأراضي، ربما يثبت نقاط جديدة تشكل مرتكزا لاقتحامات ومخططات أخرى قادمة؟ يعني دعني أوصف لك ما يحدث على أرض الواقع في جميع أنحاء الضفة الغربية والقدس. يعني نحن نسميها دي فاكتو انكسيشن، يعني الاحتلال الإسرائيلي الآن يعمل على يعني سياسة الأمر الواقع وعلى يعني ضم أجزاء من الضفة الغربية من خلال خلق حقائق على الأرض، من أقصى شمال الضفة الغربية لأقصى جنوبها هناك توسع استيطاني رهيب وكبير جدا، هناك بناء بنية تحتية كاملة للمستوطنات من طرق التفافية وتوسيعها، من جسور بين المستوطنات والمدن الفلسطينية، وأيضا مناطق صناعية، مناطق زراعية، مناطق تجارية، جامعات، مستوطنات جديدة في معظم أنحاء الضفة الغربية، وهذا ما يسمى ضم الضفة الغربية من خلال سياسة الأمر الواقع التي يعمل على بنائها الاحتلال. أي أن سياسة الضم التي انتهجها نتنياهو في عهد ترامب استمرت ولكن بدون الإعلان عنها رسميا، وسوف يعلن عنها في الأيام والسنوات القادمة في الوقت. وأيضا في نفس الوقت نحن نشعر ونشاهد ونوثق ارتفاع وتيرة الاعتداءات المنظمة من قبل المستوطنين على الممتلكات الفلسطينية، على المزارعين الفلسطينيين، حتى وصل الحد إلى مهاجمة قرى فلسطينية من قبل مجموعة كبيرة من المستوطنين وإعداء على الأطفال وعلى النساء. يعني هناك تغول استيطاني كبير جدا، ولم نشعر أن يعني عصر نتنياهو انتهى، بالعكس نشعر أن المستوطنين الآن مرتاحون، يعتدون أكثر، عنفهم زاد، الإدارة المدنية والاحتلال الإسرائيلي يهدم منازل أكثر في المناطق المسمى جيم، نشاهد تضييق أكثر على أهلنا في قطاع غزة، نشاهد تضييق أكثر على أهلنا في القدس الشريف وأيضا في قلب مدينة الخليل كما حدث اليوم وما يحدث بالأيام الماضية. وعليه نحن كفلسطينيين، يجب علينا، وهذه رسالة للرئيس محمود عباس، أن يرجع إلى الشعب الفلسطيني، أن يصلح منظمة التحرير وأن تضم جميع أطياف الشعب الفلسطيني، ترتيب البيت الداخلي الفتحاوي من قبل قيادة حركة فتح هذا مهم جدا، وأيضا ترتيب البيت الداخلي الفلسطيني الفلسطيني من إنهاء الانقسام، وأن نعود فورا إلى الوحدة الوطنية الفلسطينية، وعليه بعدها نستطيع أن نكون ونؤسس مشروع وطني فلسطيني مقاوم في فلسطين وفي الدول العربية المحيطة والعالم أجمع. بدون ذلك لن يكون أي تغيير، ولن نستطيع أن نرفع ثمن الاحتلال والاستيطان على المحتلين. نعم أستاذ محمد زيدان، في الناصرة، يعني هذا الاقتحام وهذا التنسيق ومن والاقتحام يأتي من رأس هرم السلطة في إسرائيل، ولا نعلم إذا كان بموافقة أو تزكية أو ضوء أخضر أيضا من المستوى الأمني في إسرائيل. لا أحد ينسى أن انتفاضة الأقصى انطلقت عام 2000 بعد اقتحام شارون رئيس الوزراء السابق باحات المسجد الأقصى المبارك. ألا تخشى سلطات الاحتلال هذا السيناريو أن يتكرر؟ يعني للأسف الشديد على ما يبدو بأنها لا تخشى. يعني ما نراه من ردود فلسطينية على المستوى الرسمي لا يرتقي إلى مستوى الحدث،
ما حصل ويحصل في الأقصى منذ أشهر أظهر بأن يعني لا على مستوى السلطة الفلسطينية ولا على مستوى الدول العربية هناك رد يليق بمثل هذه الاعتداءات والاقتحامات اليومية التي تجاوزت كل الخطوط الحمر، لدرجة يعني الصلاة بشكل علني وإقامة الشعائر التلمودية في ساحات الأقصى. وعلى ما يبدو بأن إسرائيل تحاول من خلال هذه يعني التحركات والأعمال أن تشد الحبل إلى أقصى درجة ممكنة، ليس فقط يعني لفحص جهوزية الرد، لأنه كما أعتقد بأن الرد لا يليق على الأقل على لا. المستوى إذا تراهن إسرائيل على ضعف الرد الفلسطيني والعربي من ناحية السلطة الخارجية الفلسطينية، قالت إنها سابقة خطيرة تؤكد حجم مشاركة أطراف رسمية إسرائيلية في عمليات التهويد والاقتحام. هذه ربما ليست سابقة ولا تحدث لأول مرة، التنسيق مستمر. صحيح، ليست سابقة، هي تراكم. يعني إسرائيل تحاول أن تراكم منذ سنوات هذا الوجود وتحاول أن تستغل كافة المناسبات من أجل ذلك، وبالذات الخليل. يعني الخليل ليست فقط يعني هناك استيطان وليست ككل المستوطنات، الخليل في عقلية أو الذهنية السياسية الإسرائيلية تمثل يعني جوهرة التاج إذا أردت بكل ما يتعلق بالاستيطان في الخليل. كلنا يعرف وكما أشار تقريرك، والخليل تمثل يعني أكثر المناطق ترسيخا وتجسيدا لفكرة الأبارتهايد، الفصل العنصري، السيطرة بواسطة القوة والمزيد من القوة، الاعتداءات، المعقل الرئيسي للحركات المتطرفة الإرهابية حتى التي عرفتها إسرائيل كحركات إرهابية خرجت من داخل المستوطنات في هذه المنطقة، مركز سياسي لحركة كهانة وكاخ اللي هي أكثر الحركات السياسية عنصرية وتطرف، والتي يعني تحركت فعليا لأجل قتل العرب ليس فقط فكريا وسياسيا. وبالتالي هذا التحرك نحو الخليل هو بمثابة محاولة لشد الخيط إلى أقصى حد ممكن. وكما ذكرت يعني الردود الرسمية غير لائقة ولا تليق بهذا الفعل، والاعتماد هو على ما يمكن أن يكون على تحرك الشارع تماما كما حصل في القدس الذي حرك الشارع الفلسطيني، ليس في غزة وفي الضفة فقط وإنما في 48، وحرك حركات التضامن العالمية على كل المستويات. وبالتالي أعتقد بأن إسرائيل ستستمر في هذا التصعيد، علما بأنها على الأرض هي تزيد المستوطنات بشكل دائم. يعني مؤخرا تم إقرار أكثر من 300 وحدة فقط في منطقة كريات أربع، كذا يعني هي في منطقة الخليل، حكومة تتألف يقودها اليمين الاستيطاني بنت اللي يأتي من هذه المدرسة، ولا ننسى ذلك. يعني صحيح تخلصنا من نتنياهو، ولكن لدينا حكومة يقودها بنت الذي يأتي من هذه المدرسة، على الرغم ويسير معه كل التيارات حتى يعني من أقصى اليمين إلى نعم. إذن هذه سياسة مستمرة وتحالف بين الحكومات المتعاقبة في إسرائيل والمستوطنين. أستاذ عيسى، تحدث السيد محمد زيدان عن ضعف الرد الرسمي سواء الفلسطيني من قبل السلطة أو حتى العربي. ما هو المطلوب من السلطة الفلسطينية؟ أي نوع من العلاقة مطلوب من القيادة الفلسطينية أن يكون شكل هذه العلاقة مع الاحتلال؟ يعني للأسف الشديد هناك ترهل وهناك ضعف وهناك يعني إهمال للخليل وللقدس ولمعظم المناطق المستهدفة استيطانيا، ونحن نشعر أن القيادة الفلسطينية الحالية هرمت وشاخت ويعني أصبحت غير قادرة على تأمين أدنى مقومات الصمود للمواطن الفلسطيني. كان المطلوب منهم يعني أن على الأقل أن يزوروا مدينة الخليل في هذا اليوم، أن نشاهد الرئيس الفلسطيني في مدينة الخليل بين أهله وناسه ويشد أزرهم ويشد عزائمهم بالصمود والرباط في البلدة القديمة بالخليل. يعني لم نشاهد أي قائد من قيادات السلطة يأتي إلى الخليل ويعني يتحدى ويتصدى
لهكذا اقتحامات. للأسف الشديد يعني أخي دعني أقول لك أننا في المناطق المستهدفة استيطانيا في قلب مدينة الخليل نشاهد الكثير من الاقتحامات من مسؤولين كبار في دولة الاحتلال الإسرائيلي، ولكننا لا نشاهد هذا الزخم من قبل قيادتنا سواء في منظمة التحرير أو حتى في السلطة الوطنية الفلسطينية، وهذا بصراحة يمثل عجز واضح من هذه القيادة بالتصدي للاستيطان والتصدي للاحتلال والتواصل مع أبناء شعبهم على أرض الواقع. لأننا كجماهير وكمواطنين فلسطينيين نحتاج إلى قيادة ترشدنا إلى الإجراءات الصحيحة والإجراءات المناسبة في التصدي لهكذا انتهاكات، ويكون على رأس هذه التصديات قيادات وليس يعني أطفال صغار ومواطنين عزل وبعض الأهالي الذين يعني يواجهون الاحتلال وغضبه ويعني عنفه وجبروته لوحدهم بدون أدنى يعني أدنى دعم لصمودهم ولرباطهم ولمقاومتهم. نعم سيد زيدان، الجامعة العربية دانت كالعادة اقتحام هرتسوك الحرم الإبراهيمي، هل هذا كافي؟ وإذا لم يكن كافيا ما هو المطلوب؟ ماذا بيد الجامعة العربية؟ يعني الجامعة العربية غير متوقع منها أكثر من الإدانات واللفظية حتى ليست العملية، وهي عاجزة ولا يمكن البناء أو التعويل عليها للرد على مثل هذا الموضوع. القضية الفلسطينية تمر بمرحلة تحتاج الكثير من التحرك الفلسطيني، أولا قضية الوحدة الفلسطينية وإنهاء الانقسام، قضية البرنامج الوطني الذي لم يعد موجودا ولم يعد يعني معرفا بشكل واضح المعالم والأهداف، وبما في ذلك وضع المشروع الوطني وخطة العمل الوطنية لكل مؤسسات الشعب الفلسطيني وبرأسها منظمة التحرير الفلسطينية ومؤسساتها بالإضافة إلى السلطة وغير ذلك. وهذا من شأنه أن يحرك الرأي العام العالمي والعربي ويحرك المؤسسات بالإضافة إلى التحرك نحو إمكانيات العمل الدولي الهامة وليس فقط باتجاه الإدانات هنا وهناك. أعتقد بأنه يعني تحليل اللحظة وفهمها فهم صحيح، وعدم الارتهان على الأقل أعتقد بأنه يعني التوقف عن الارتهان لفكرة الحديث عن مفاوضات والحديث عن مع هذه الحكومة أو مع هذا الحزب أو غيره، أو الحديث عن إمكانية العمل مع ما يسمى اليسار الصهيوني، هذه الأوهام يعني يجب أن تزال من ذهن صانعي السياسة الفلسطينية والتحضير لمرحلة تليق بما يحصل. يعني هناك نظام أبارتهايد استعماري رسخ جذوره في مناطق 48 والآن يقوم ببناء جذور وتجذير هذه الفكرة أيضا في مناطق المحتلة عام 67 مع يعني ترسيخ الانقسام الفلسطيني وإبعاد غزة عن الضفة والضفة عن الداخل والخارج عن فلسطين ككل. وبالتالي هذه القراءة يعني أعتقد الحقيقية للواقع يجب أن تقود أي تفكير فلسطيني للردود، ويجب أن نتوقف عن يعني حتى الالتفات لهذه الإدانات التي لا تفيد، لم تفد بالماضي، ولا أعتقد لماذا يعني لا أعرف لماذا علينا أن نستمر بانتظار مثل هذه الإدانات أو هذه الأصوات التي لا تتحرك يعني لا في قضية الأقصى ولا في قضية المقدسات ولا في أي قضية تخص المشروع الوطني الفلسطيني. الرهان هو على الشعوب العربية وليس على جامعة الدول العربية. نعم أستاذ عيسى، لماذا وصلنا إلى هذه النقطة يعني أمام توالي الطعنات لفلسطين وقضاياها العادلة آخر الاتفاق الإسرائيلي المغربي؟ أين وصلت القضية الفلسطينية في الضمير العربي؟ يعني نحن كفلسطينيين نتحمل المسؤولية الكبرى في يعني غياب القضية الفلسطينية عن أولويات المواطن العربي والمواطن الدولي أيضا. نحن نعاني من انقسامات،
نعاني من تفرد والديكتاتورية من بعض القيادات، لا يوجد تجديد للمرجعيات والشرعيات، ولا يوجد أي نوع من أنواع انتخابات، هناك فساد مستشري، هناك يعني انتهاكات واضحة لحقوق الإنسان وحرية الرأي والتعبير في فلسطين، أدى إلى أن يكون هناك ترهل وعدم وجود تضامن حقيقي من الشعب العربي، والقيادات العربية أصبحت تتقرب من دولة الاحتلال الإسرائيلي بدل من أن تعمل على رفع تكلفة الاحتلال الإسرائيلي. يجب علينا أن ننهي الانقسام وأن نجدد الشرعية ونعيد يعني اللحمة، ونعيد يعني منظمة التحرير لتكون هي الرافعة وهي البيت الفلسطيني وهي الممثل للشعب الفلسطيني، وأن تكون منظمة التحرير يعني تضم كل أطياف الشعب الفلسطيني بغض النظر عن انتماءاتهم السياسية والاجتماعية والدينية داخل فلسطين وخارج فلسطين وحتى داخل 48. يعني نحن الآن يعني بصراحة نعاني من نفس المشاكل ونعاني من نفس يعني الانتهاكات، ونعاني يعني من بصراحة وبكل تقدير مشروعنا الوطني في تحدي وجودي الآن في ظل هذا الضعف العربي، الضعف الفلسطيني، وأيضا انحياز الدولي لدولة الاحتلال الإسرائيلي. لذلك يجب أن نفكر قبل فوات الأوان، وأي شخص مسؤول ويريد فعلا للقضية الفلسطينية أن تستمر والنضال الفلسطيني أن يستمر، يجب عليه أن يقدم القيادات الشابة ويعيد يعني بصراحة يعني القيادة لمنظمة التحرير وليس لبعض القيادات الأمنية. نعم. الآن التي تلاحق الرايات لبعض التنظيمات السياسية، تلاحق النشطاء على وسائل التواصل الاجتماعي، ولا يوجد أي ردة فعل على اقتحامات مثل اقتحام هيرتسوغ أو اقتحام المستوطنين أو عنف المستوطنين الكبير جدا على الأهالي. يعني الموضوع هو الأولويات الوطنية الفلسطينية وصلت. وما هي مصالح الشعب الفلسطيني؟ بكل صدق نحن كفلسطينيين نتحمل المسؤولية الكبرى عما يجري الآن من ترهل في المشروع الوطني الفلسطيني. نعم سيد خليل أو عيسى عمر أستاذ العلوم السياسية، كنت معنا من الخليل في الضفة الغربية المحتلة، شكرا جزيلا لك. الشكر موصول للسيد محمد زيدان الناشط الحقوقي والباحث السياسي، كنت معنا من الناصرة، شكرا جزيلا لك.